مسلسل فورست جامب. رائد فضاء بيصمم مركبة فضائية خاصة عشان يأكد إن البشر يقدروا يسافروا للنجوم والكواكب التانية بطاقة الجاذبية فقط، ودي بتبقى غلطة عمره لأنه على وشك مغامرة غريبة جدا. جون كريون رائد فضاء بنشوفه في يوم واقف بيبص على المركبة الفضائية اللي صممها واللي هيسافر بيها النهاردة في رحلة فضائية واللي هتبقى أهم رحلة في حياته كلها. بعد شوية بيستعد للرحلة بتاعته وبيتكلم مع صديقه ديكي عن أهمية الرحلة دي بالنسبة له، لأنه هيثبت فيها إن البشر هيقدروا يسافروا بين النجوم والكواكب باستخدام الجاذبية الأرضية فقط اللي هتعتبر هي الوقود اللي هتعتمد عليه المركبات الفضائية بعد كده. جون بيقول لصاحبه ديكي إنه مش مرتاح للرحلة دي، مش عارف ليه، فبيقول له إنه متوتر شوية مش أكتر عشان هو خايف، وبيأكد له إن دي أهم رحلة في حياته عشان بس يثبت نظريته الخاصة. بيظهر أبو جون وبيكون برضه رائد فضاء، بيتكلم مع جون وبيقول له إنه لازم يهدى شوية وياخد نفسه وما يتوترش، وبيقول له إن المهمة دي بسيطة وما يخافش وكلها كم ساعة هيلف حوالين الأرض ويرجع تاني. بعدها بشوية بيجهز جون نفسه وبيدخل مركبته الفضائية، وبعد ما بياخد كل التعليمات بينطلق للفضاء وبيبدأ يدور حوالين كوكب الأرض بسرعة كبيرة قوي. في الوقت ده بيبلغوا ديكي إنه اكتشف موجة كهرومغناطيسية غريبة بتتكون وقريبة من المركبة بتاعته، وطلب من جون إنه ينهي الرحلة ويرجع للأرض بسرعة. بس قبل ما جون يعمل أي حاجة ويتأكد من كلام ديكي، بتتفتح قدامه بوابة فضائية غريبة بتسحب مركبته وبيدخل فيها وبتختفي الأرض من قدامه. بعد لحظات بيخرج جون من البوابة دي بس من الناحية التانية، وما بيكونش عارف نفسه موجود فين حاليا، وبيكتشف إنه وسط مجموعة كبيرة قوي من الكويكبات اللي بتطير حواليه بطريقة عشوائية. جون مش قادر يستوعب اللي بيحصل، وفي اللحظة دي بيشوف مركبات فضائية كتير حواليه بتخبط في واحدة منهم وبعدها بتخبط في كويكبه وبتنفجر. جون بيلاحظ ان في سفينة فضائية عملاقة قريبة منه وسفن اصغر منها بتهجم عليها وعاوزة تدمرها. بيحاول جون يهرب بسرعة من المكان ده بس بيفقد السيطرة على السفينة بتاعته وبتسحبها السفينة العملاقة جواها. بيدخل جون بالمركبة بتاعته جوه السفينة الكبيرة، وفجأة بيلاقي نفسه متحاصر من روبوتات صغيرة شكلها غريب قوي. وقتها مركبته بتمسك فيها النار، فبيضطر انه يخرج منها بسرعة قبل ما تنفجر بيه. الروبوتات الصغيرة بيقبضوا عليه وبياخدوه لغرفة التحكم في السفينة. جون بيخاف قوي لأنه مش عارف هو فين ومين دول وإيه اللي ممكن يحصل كمان شوية. فجأة بيشوف كائنات فضائية غريبة بتتحكم وتقود السفينة بنفسها، وواحد منهم بيروح لحد جون وبيكون غضبان قوي وبيمسكه من رقبته وبيرفعه في الهواء وبيتكلم معاه. جون مش بيفهم كلامه ولا هو عاوز ايه. ساعتها واحد من الروبوتات الصغيره بيحقنه بماده في رجله بيخليه يقدر يفهم الكلام واللغه بتاعتهم. الكائنات الفضائيه بيسالوه عن التكنولوجيا اللي اتصنعت بيها المركبه الفضائيه بتاعته، لانهم ما شافوش قبل كده مركبه مصنوعه بالشكل ده، فعاوزين يعرفوا صنعها ازاي وهل المركبه دي ممكن تساعدهم يهربوا ولا لا. جون مش قادر يفهم الكائن الفضائي ده يقصد ايه بكلامه، وقبل ما يستوعب هو يقصد ايه الكائن ده بيغضب منه وبيرميه على الارض. جون بعدها بيفهم ان الكائنات دي هربوا من سجن، والقوات اللي كانت بتهاجمهم دي هي قوات حفظ السلام بين النجوم، وهم دلوقتي مش قادرين يهربوا بالسفينه عشان ما قدروش يفتحوا كل الوظائف والامكانيات الكامله للسفينه اللي خطفوها. بيعرف انهم قدروا يهربوا من السجن ويخطفوا السفينه دي ويفعلوا نظام الانفجار النجمي في السفينه عشان يهربوا بسرعه. كريس قائد قوات حفظ السلام بيقول للفريق بتاعه ان في مركبتين من بتوعهم اتدمروا وقت الهجوم، واحده منهم سحبتها السفينه العملاقه والتانية اتصدمت بسفينه غريبه ما يعرفش ظهرت ازاي، وبسببها سفينتهم غيرت طريقها واتصدمت بكويكب وانفجرت. بنعرف وقتها ان المركبه اللي خبطت في مركبه جون وبعدها اتدمرت كان قائدها هو اخو كريس قائد حفظ السلام، وبيأمر فريقه انهم يدوروا على اللي كان سايق المركبه دي. في الوقت ده جون بيطلب من الفضائيين يفهموه ايه اللي بيحصل، بس بيتضايقوا منه وبيضربوه وبيغمى عليه. بنعرف ان الفضائيين واحد اسمه دراجو والبنت اسمها بو، وبيتكلموا عن السبب اللي خلاهم يتسجنوا عشانه. بو بتقول انها كانت كاهنه على كوكبها، ودراجو بيقول انه كان جندي على كوكبه ورفض تعليمات واوامر الرئيس بتاعه، والاتنين بيقولوا ان السفينه هم فيها دلوقتي ما فيهاش نظام تحديد المواقع وما يعرفوش هم مكانهم فين دلوقتي، ولازم يحددوا مكانهم في اسرع وقت. بيفوق جون وبيفضل يصلي عشان يطلع كل اللي بيحصل ده مجرد حلم مش حقيقه، بس للأسف لما بيبص حواليه بيشوف واحد من الفضائيين، فبيجيله إحباط وبيفقد الأمل. بيبص لنفسه وبيكتشف إنه من غير هدوم ومحبوس جوه زنزانة، والكائن الفضائي بيقوله إنه اسمه رايل وخدوا هدومه عشان يفحصوها. جون بيتكسف قوي، ورايل بيقوله إنه كان ملك لكوكب كبير وكان غني جدا، بس أخوه قلب عليه وسجنه وخد هو كل حاجة منه. جون بيطلب منه يخرجه من السجن لأنه مش مجرم ومجاش هنا عشان يأذي أي حد فيهم. رايل بيقوله إن هو والكوماندوز اللي مسكوه من مركبة حفظ السلام ما يقدروش يثقوا فيهم ولا يخرجوهم من السجن. وقتها جون بيبص حواليه
وبيشوف واحد معاه في الزنزانة. الكوماندوس بيشيل الخوذة اللي لابسها على راسه، وبنكتشف وقتها إنها بنت واسمها أرون. جون وقتها بيعرف ليه الفضائيين مش بيثقوا فيه وخايفين منه، لأن قوات حفظ السلام هم بشر زيه، وعشان كده بيعتقدوا إن جون واحد منهم بس متخفي. أرون بتقول لجون يقول لها رتبته إيه وبيشتغل مع مين، فبيقول لها إنه مش واحد منهم وملوش أي علاقة بأي حاجة من اللي بتحصل، وهو من كوكب ما تعرفش عنه حاجة. بيوصل دراجو وقتها، وجون بيقول له لازم يخرجوا من السجن حالا لأنه مش من قوات حفظ السلام زي ما هم فاكرين. فبتقول له بو ساعتها إنها عارفة إنه مش من قوات حفظ السلام، لأنهم بعد ما فحصوا هدومه لقيوا نوع من البكتيريا مختلفة تماما على جسمه، بس برضه مش هينفع يخرجوا من السجن لأنهم ما يعرفوش عنه أي حاجة ولا يعرفوا هو جاي منين أصلا. في الوقت ده فريق البحث بيقول لكريس إن جون هو اللي قتل أخوه لأنه هو صاحب المركبة اللي خبطته. ساعتها جون بيخرج من الزنزانة وبيتمشوا جوا السفينة، وبيتصدم لما بيكتشف إن السفينة مبنية على تكنولوجيا متقدمة جدا مش موجودة على الأرض، وبيسألهم إزاي صنعوا السفينة دي. فبتقول له بو إن السفينة دي اسمها ليفاسان، وهي سفينة ميكانيكية حيوية، يعني السفينة دي كائن حي مش مجرد سفينة بس. بعدها بيفضلوا يفكروا في الخطوة الجاية وإيه اللي ممكن يعملوه، خصوصا إنهم قربوا من كوكب التجارة، وبيقولوا لجون إنهم هينزلوا على الكوكب ده عشان يجيبوا كل اللي محتاجينه عشان يكملوا رحلتهم. بيسألوا أرون لما ينزلوا الكوكب هيلاقوا هناك قوات حفظ السلام ولا لأ. أرون بترفض تتعاون معاهم أو تديهم أي معلومات، ووقتها بتاخد شوكة وبتحاول تفك الكلبشات اللي في ايديها، بس بيمسكوها في الوقت المناسب. جون بيجرب الاكل بتاعهم ومش بيقدر ياكله، وفجأة وهو بيتكلم صوته بيتغير وبيتخن، وده لان الكائن الفضائي رايل بيطلق ريح من بطنه عبارة عن غاز الهيليوم. بعدها الفضائيين بينزلوا كوكب التجارة عشان يجيبوا اللي محتاجينه. جون وارون وقتها بيكونوا لوحدهم في السفينة وبيقرروا يهربوا. بتحاول ارون تخرب السفينة بس جون بيمنعها وبيقول لها لازم تتعاطف مع المسجونين اكتر من كده، فبتقول له ان الكائنات دي ما تستحقش حد يتعاطف معاها. بيركبوا هما الاتنين سفينة فضائية صغيرة وبيهربوا بيها، وبعد شوية بيوصلوا عند قوات حفظ السلام. وقتها بو بتقول لدراجو انهم لازم يمشوا من الكوكب بسرعة لانها خايفة قوي. ساعتها بيقول لها انهم محتاجين جون وارون معاهم على طول كرهاين عشان يقدروا يهربوا محدش يقرب منهم. بيلاقي جنود من قوات حفظ السلام وبيهاجمهم، بس وقتها بيوصل الكابتن كريس وبيقبض على دراجو وبياخده معاه، وكمان بيحكم على جون بالموت وتشريحه ودراسته لانه قتل اخوه. أرون بتدافع عن جون، بس كريس بيقول لهم إن أرون قضت وقت كتير مع كائن فضائي وتأثرت بيه وكل أفكارها تلوثت، عشان كده بيأمرهم يقبضوا عليها ويسجنوها. بيقبضوا عليهم هم التلاتة وبيكلبشوهم، وساعات ما بيقربوا من جون بيقدر إنه يسرق من الجندي مسدسه، وبيدور قتال بينهم. بيقدر في النهاية إنه يثبت الجنود وياخدهم رهاين وياخد منهم مفاتيح الكلبشات. بيعرض على دراجو إنه يفكه بس ياخده معاه هو وأرون في السفينة. بيعترض دراجو على الفكرة، وبتعترض أرون هي كمان وبترفض بسبب كرهها لدراجو، بس جون بيقول له انه معاه المفاتيح ولو وافق هيفكه. وبيفكر ارون ان قوات حفظ السلام دلوقتي من اعدائها ولازم تهرب قبل ما يخلصوا عليها. بتعترض على كلامه وانها مش ممكن تهرب معاهم، فبيقول لها ان دي فرصتها الوحيده عشان تنقذ حياتها، وفعلا بيقدر يقنع الاثنين وبيركبوا مكوك فضائي وبيهربوا بيه. وبعد شويه بيوصلوا سفينه ليفاسان، ساعتها بيقدروا يعرفوا ان قوات حفظ السلام بتتبعهم وعارفين مكانهم فين. بيقولوا لجون ان سفينه ليفاسان مش سريعه بالدرجه اللي تخليهم يهربوا من سفن قوات حفظ السلام، وبعد وقت قليل هيوصلوا لهم ويقبضوا عليهم. جون وقتها بيعلمهم ازاي يستخدموا جاذبيه الكوكب عشان يكتسبوا سرعه كبيره، وفعلا بيستخدموا جاذبيه الكوكب والسفينه بتكتسب سرعه كبيره قوي وبيقدروا يهربوا من سفن الاعداء. بو بتشكر جون على المساعده وانه ساعدهم على الهروب قبل ما يتقبض عليهم. بعد كده دراجو بيقابل جون وبيحذره انه ما يحاولش يخدعهم ويسلمهم لقوات حفظ السلام مره تاني. أرون بتقول لجون إن عيلة دراجو عنيفة جدا ولازم يتعامل بحرص كبير مع دراجو. بيروح جون بعد كده يصلح المعدات اللي اتحرقت واتدمرت في المركبة الفضائية بتاعته، وبيسجل رسالة لأبوه اللي بيعتقد إنه مش ممكن هيسمعها ولا هتوصله. بعد شوية بتظهر إشارة جوه السفينة بتخلي وش جون يرتعش وما بيقدرش يتحكم في عضلات وشه. أرون وقتها بتقوله إن ده بسبب الإشارة اللي جاية من المنارة المثبتة في السفينة، والمنارة دي زي جهاز متثبت في السفينة عشان لو اختفت قوات الحفظ يقدروا إنهم يعرفوا مكانها فين. بيسألهم جون لو ينفع يشيلوا المنارة ولا لأ، فبيقول لهم طيار السفينة أو المرشد إنهم لو عاوزين يشيلوا المنارة فهياخدوا وقت كتير، وفي خلال الوقت ده قوات حفظ السلام هتكون وصلت لهم. بيسألهم جون هل في كوكب قريب منهم فيه مية ولا لأ، فبيقولوا له أيوة فيه، فبيقول لهم إنهم ممكن يستخدموا المية دي في تعطيل المنارة، وبكده مش هتبعت أو تستقبل أي إشارات، وهيعملوا كده لحد ما يشيلوها خالص. فمنهم اللي بيتردد إنه يوافق على الخطة دي، بس ما بيكونش قدامهم غيرها، وبعد شوية بيقدروا إنهم يهبطوا على الكوكب ده. وبيهبطوا في مستنقع مليان طين بيغطي السفينة كلها. بعدها الطيار بيقول لهم إن المنارة متثبتة فيها الرابطة العصبية للسفينة، ودي منطقة حساسة قوي في السفينة، وبما أن السفينة كائن حي فهتحس بألم شديد لو شالوا المنارة منها،
وده ممكن يقتل السفينة. بيسألهم جون هل في مخدر ممكن يدوه للسفينة ولا لأ، فبيقول له الطيار فيه عنصر اسمه كلوروم، ده ممكن يستخدموه في تخدير السفينة، بس للأسف مش موجود معاهم جوه السفينة ولازم يخرجوا يدوروا عليه بنفسهم على الكوكب. أرون بتعارض الفكرة دي لأنها عاوزة قوات حفظ السلام توصل لهم وتقبض عليهم لأنها بتعتبرهم مجرمين، بس وقتها جون بيقول لها إن دي فرصتها عشان تساعدهم وتعمل حاجة صح في حياتها. بتقتنع بكلامه وبتروح معاهم يدوروا على عنصر الكلورو. جون أول ما بينزل على الكوكب بيفتكر كوكب الأرض لأنه بيكون شبهه جدا. بعد شوية سكان الكوكب بيلاحظوا وجودهم، جون بيروح يدور على الكلورو وهم بيشتتوا انتباه السكان. بعد شوية بيوصل لمكان شبه مزرعة حيوانات بس بيكون جنبها تلسكوبات كبيرة قوي، فبيدخل المكان ده وهناك بيتفاجئ إن في حاجات كتيرة قوي زي ما يكون الإنسان هو اللي صنعها بنفسه. فجأة بيسمع صوت حد جاي فبيستخبى بسرعة، بيطلع طفل صغير اسمه فوستر، فبيدخل المزرعة دي وبيشوف جون مستخبي فبيخرج بسرعة ويهرب. جون بيجري وراه بس الطفل بيطلع مسدس وبيضربه وبيغمى عليه. بتيجي أمه ليزا وبتتصدم لما بتلاقي جون في بيتها، وقتها بتقرر تتصل بالشرطة، فبيقول لها جون إنه محتاج مساعدة منها وهيمشي على طول من غير ما يأذيهم. بنرجع للسفينة مرة تاني والطيار بيقول لأبوه إنهم حتى لما يجيبوا الكلوروم مش هيقدروا يخدروا السفينة لحد ما يشيلوا المنارة لأن السفينة كبيرة قوي. بو وقتها بتطلب من رايل يدخل المكان اللي فيه المنارة ويشيلها بسرعة، فبيقول له هنعمل ايه في الألم اللي هتحس بيه السفينة، فبتقوله انها هتتحمل هي كل الألم بدل السفينة وهتنقله من السفينة لنفسها وبكده السفينة مش هتحس بأي ألم. فبيقول لها ان السفينة كبيرة وده معناها ان الألم هيكون كبير قوي. في الوقت ده بتكون أرون ودراجو قاعدين عند شجرة كبيرة، ساعتها بتقوله انها هترجع السفينة لأن جون الظاهر كده تاه ومش هيرجع تاني. ليزا بتقول إنها من وهي طفلة صغيرة كانت بتحلم تشوف الكائنات الفضائية الموجودة في الكواكب التانية، وعشان كده عملت تلسكوبات كبيرة قوي جنب بيتها، وبتقوله إنها مبسوطة إنها شافته لأن شكله قريب قوي من شكلهم. ليزا بعدها بتروح تطبخ له أكل، وساعتها الجهاز اللي مع جون بيكتشف إن في كلوروم في البيت عندها. في الوقت ده بتوصل الشرطة وليزا بتخليه يستخبى بسرعة منهم. في السفينة بيحاولوا يشيلوا المنارة وبو بتتحمل كل الألم بدل السفينة، بس بعد فترة مش بتقدر تتحمل وبتقع على الأرض وبيغمى عليها، بس بعد شوية بتقوم وبتطلب من رايلي يكمل المهمة ويشيل المنارة. بتوصل أرون للسفينة وبتتصدم لما بتشوف بو وهي منهارة وفي حالة صعبة جدا بسبب الألم اللي اتحملته بدل السفينة. بو بتقول لهم إنها قلقانة قوي على جون. ساعتها بنشوف جون محاصر من كل ناحية من الشرطة ومفيش أي طريقة يقدر يهرب منهم. بيطلب وقتها من ليزا تساعده وتتصل بالسفينة وبيقول لهم على اللي بيحصل معاه وإنه مش قادر يهرب من الشرطة ويجي لهم، وبيعرفهم إنه لقى عنصر الكلوروم اللي محتاجينه عشان يخدروا السفينة. الجيش وقتها بيلاقوا دراجو وبيقبضوا عليه، ولما بيرفض يستسلم وبيتعامل معاهم بعنف بيضربوه بمسدس وبيغمى عليه مؤقتا، وده عشان يقدروا يسيطروا عليه. بيوضح لها جون ان مش كل اللي على السفينه زي دراجو وان هو عالم كبير من كوكب الارض. ليزا بتديه الكلوروم اللي محتاجه وبتقول له انه لازم يهرب ويرجع السفينه بسرعه، بس بيقول لها انه لازم يروح وينقذ صديقه دراجو وما ينفعش يمشي من غيره، وبعدها بيسيبها لوحدها وبيمشي. قوات الجيش بتروح عند ليزا وبيسألوها عن الفضائيين اللي هنا، فبتديهم إحداثيات المكان اللي هبطت فيه السفينة غلط. في الوقت ده بيقدر جون يعرف المكان اللي محبوس فيه دراجو وبينقذه. في السفينة رايل بيكمل إزالة المنارة من السفينة، وبو أرين بيتحملوا الألم هما الاتنين، وفي النهاية بينجحوا إنهم يشيلوا المنارة من السفينة ويقطعوا عنها الإرسال. بيوصل جون للسفينة ومعاه كلوروم وفعلا بياخدوه منه وبيدوه للسفينة وبيطيروا بيها مرة تاني في الفضاء. وقتها جون بيبص على الكوكب من شباك السفينة وكان بيتمنى انه يفضل قاعد فيه اكتر من كده لانه زي الارض بالظبط. أرون بتعتقد ان الكوكب ده يبقى كوكبه، بس بيقول لها مش هو ده كوكب الارض اللي جه منه. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الجزء الاول من المسلسل. لو حابين نكمل باقي المسلسل عرفوني في التعليقات. شكرا على المشاهدة وسلامة صديقي.